المس خدودي. والله ما المس ها لو تطبق السماء على الارض. انا عارف عائلتكم، عارف عائلتكم المشعوذه يا مشعوذين يا غريبين. المس من انهبل اللحس ما عاد احس بنفسي. شوف لا تفكر بزواج الحين والحب، ترى الحب هو اللي يضيع صيته يعني. أنا لا أفكر لأنها. أنا لا أفكر ولا أريد، ولكن هذه هي سياسة أحسن أحسن. الله يحرق قبيلتكم، الله يحرقها. مرحبا شباب. هي لم تخبرك عن العادات والتقاليد؟ والله العادات الحين. أنا يلبس وسيع، يلبس وسيع ويصبغ شعر الأشقر. مو بالأشقر، أنا أكلمك عن ولدي الشيطان. ليش ما تمضغ؟ تنادي عصافير. لا تنادي الأدغال. إيش يصير لي؟ ترى أنا أتراني في وجهك يا دود. والله ما أنا أسحب نفسي. لا ليش؟ خليت عني الحين. الإنسان الأول. وجهها. يلا الله يعينك. إن شاء الله يعينك، يعني وش أنا أستاذن يعني؟ ترى. وعنده ورث. ما شاء الله لا يتحدث غيرك. وهذه بنت شو بنته؟ أكملك. والله إنني سيء جدا. ما حظ. أنا مسحور. جيبوا لي شيخ يقرأ علي. جيبوا لي شيخ يقرأ علي. ما شاء الله. أنا مسحور. أنا قالت لي. سلطون علي بنات أدغال. يعني دو. اسمعيني قليلا. حسنا. هذا عمي. لديه. ايش تسحر يعني كذا ولا تفل ولا ايه عشان اعرف ارد؟ نادي تنادي قبيلتها. طب ما اصحاب على الرايق. شفره دي شفره. لا احد ينادي احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اعوذك من الخبث والخبائث. ما ادري ليش كذا يده صارت. خليه يتعلمك على المكياج. ليش وجهك مسلح؟ هي هي هذا الزر يا دود. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. ها اسمعيني قليلا. هذا عمي. عمي لديه كثير من الاطفال والكثير من الاولاد. لم نعم. يقدر على تربيتهم جميعا. أتمنى منك أن تتزوجي وتجعليهم ينادونك أمنا وأن تربيهم. إيش تخمس لي؟ الله لا يقوله. إيش جات الحالة ولا نادى؟ شوف اسمع ترى أنا 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 ما راح أسوي أنا مزد وجهة أيمت عليك دود. شوف أنا عشانك ترى ما راح أسوي شيء. إيه ده قلت معوذات طفت عين ترمينيتر الأدغال طفت عين وإيه بكمل لا ما في السماوات وما في الأرض. خاف تنعم يا رجال تقرأ. أنا أغلقت العين. لا ما في السماوات وما في الأرض. أنا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أقرأ عليك أقرأ عليك. خاف تنعم يا العين. أسكت. أنا أغلقت العين التي هي بها. لا أنت طفت عينك. أنا أتمنى إن شاء الله مع ذب تطفى عينك الثانية. ولكن فيكم جنة أنتم نص. نسيت شلون أكمل. عود من البليس وقر من كذي. الله لا إله إلا هو الحق. أنت تجعلني أبتسم. أبي ما لها حد. تكفى عزيز عزيز سوشي تكفى. لا بلا فكني. والله تعبت والله تعبت. أنا ما مطرق. تعبت والله. توني جالس السيارة ما تهني. يا الوالد. تكفى 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 ولدي. تكفى. تكفى تكفى يا ولدي. تكفى شكرا. لدينا منك الكثير في الأدغال. يلا خذ لك. كيف أتيت لهنا؟ أنت أهلك يرسلوك مثلي؟ إيه. بس لا تكفى. لا تحب. لا أيقونة لبعض. اسمي اريدك على جنب. الاودي باسمك. اريدك على جنب بضعة ثواني. روحي روحي معه روحي معه. قالت لي بالوقت. قالت لي وصوص لها اخي تنتهر. وصوص لها. هذي روحي. انكم لابقين لبعض جدا. اذهبي قالت إليه. لي ماما. لا تذهبي مع اي رجل غير الذي تتزوجين. ما راح تتزوجين انت. روحي روحي لل نذهب بلغة الأدغال يا شيطان. انت حتى تتحدث لغتنا. إيه. انا اقع الحمد لله تعلمتها من صيته. قبل ان انام تعلمني فخلاص. حقا. ايه يلا.
افكر. اسمي 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 انا ابي لك الفائده. معك فلوس صح؟ صح. خلاص انا زوجك الوالد بس اعطيني فلوس. والله زوجك اياه والله. انا بطريقتي اريد تريد 15,000. 15,000 ابراكادابرا ابراكادابرا. قال 15,000. قال 15,000 حمار يقوم برفسك بين عينيك. ايوه قلت لك لا تستطيع. تحت السيارة. اين الجوج؟ الله اشتريت لي 3 اسهم 50 دولار كل واحد. 3 عملات ودك اشتري لك؟ الكريبتو؟ ايه عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك فيكس هنا؟ لا لا انا بخير. الله ما تحمل جونا. وجهك الادغال؟ لا 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 تعيدني لاي مكان اقلق. يا بردان. اي ما تحمل طقوسنا هم. والله اني اصلح زوجكم. ها تعال انا بقنع. جوعان شكلك. وديك مطعم ولا تاكل حيوانات انت؟ وش شكلكم؟ اي شيء زي جزورة. امشي امشي اعطيك الفلوس. بخت عليك. طيب ادخل المواد 58 22. يا جزورة. ما اسمعك جزورة. ما اسمعك. اتسمعني؟ هذا يبيع الدجاج. اسمعكم. لا ما اسمعك. تسمعون جزورة؟ هي جزورة ولا سبيتشر ولا ايه؟ لا 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 سبيتشر. سبيتشر بعدين. لا تقرب منها يا دود. والله لا تاكلني والله. اي اي تبخت بخسب. بعدين اوف اون. اعطيكم صورة خاصة لمن يريد ان يضعها صورة عرض. تفضل صورة عرض. من يريد الصورة؟ ببلاش. ان شاء الله الليلة ارى احدكم وضعها صورة عرض في الديسكورد ان شاء الله. المس خدودي. ملو دود ما المس جنتي. والله ما المس. ها لو تطبق السماء على الارض. انا عارف عائلتكم. عارف عائلتكم المشعوذه يا مشعوذين. يا غريبين. المسهم وانا انهبل انلحس ما عاد احس بنفسي. انا ما اصعد قال متزوج زوج الوجه. يس مرحبا. انت لديك مهله 3 ايام ان لم تتزوج ستاتيك القبيله. خل تجي القبيله. خل تجي. انت تظن انني مخيف؟ انت لم ترى والد. جيبوا القبيله. وجيب الوالد. ها جيبوا معكم اسود. جيبوا طرزان. اللي بيرسل جو رقمه يرسل. جيبوا اللي تبون. انت متأكد؟ انا خلاص مع انا تواست معي ما تفرق. الا انت يا شيطان يمكن. وش وش يعني وش بخاف يعني؟ أنت تعجبني. هذه في كل من كل جهة تسكر علي. يا جكسو فكوني منها الله يرحم والديكم. كم عمرك؟ شيطون تعال تعال. ما يخصك أنا أشوف. يا بعلاق حبيبي. الله يحفظك. تعجبني التجاعيد على الرجال. تجاعيدك حقيقية؟ لا لا لا. شعرك حقيقي؟ لا ضروكة. أنا فيني ثعلبة.
يعجبني الرجل الصادق غيرك يكذب ولا يخبرني ولا هذا نفس بنت عمه نفس بنت عمه يا دود ما لها حل ام كذبنا قال تعجبني الكاذب وان صدقنا قال تعجبني الصادق لا تتكلم لا ترد اسكت انا ابكم انا لا انا اشاره ابا 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 او لمسني ما لمسك الله لا ما لمسك دود اطلق علي خلص لا حدود امسك ها اطلق علي اطلق عليها خلنا ناخذك نوديك رحله بريه ثاني بريه نعم فوق جبل الله بس خلنا ناخذ سيارته لانه مع جيب انا امطط الغوريلا لكي ياخذني تعالي ادى كفخها لك راح مكان الحين لا والله اني خايف عليك انت طيت غوريلا من قبل انت هذا امطط غوريلا تجيني انت وسلاسلك انت رجال حطها في جيبك تعلي لا ما بحطها في جيبي بحطها بدون بيت الله لا ما ادري انت خوفنا اخوان اربع قبله صح انت ولد انت بسم الله الرحمن الرحيم تخلي الموضوع يا جماعه استهدى بالله يا جماعه من يهدد الجو؟ من بمشاكل؟ من؟ مشاكل عائلية هذه هذه تراها تقول سكينة صغيرة والله تاكل كنت سكينتك هل هنا ايوه شوف شفت وابدا افكر الحين يعني في سلسلة مطاعم انا كنت انتحر والله شعري ليس سألك شوف شوف خذي 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 يا آنس حارس انت غلط اعطينا احنا طيب كيف نقول له شعري سوفينير ان كل غوريلا امتى طيتها اخذت شعره كتذكار غوريلا خصله ليس خصله شعره واحده الى ان صنعت هذا الشعر لانني صنعه يا لطيف يعني كم غوريلا راح ضحيه علي المس شعري لتعرف المس تقول لك انت والله ما المس اياك ان تلمس انت والله المس المس شعري استغفر الله المس عندكم وظيفه عندكم وظيفه خذني معجب يعني لديها طعام اعطيني طيحة ام والله لا هي اكلتها ولا احد اكلها هي بتاكل عادي هنا على اكل يا اخي الله حياه الادغال متعبه حرام عليك يعني تو صاحي رايح الدوام تاكل دوناتها زين تاخذ بيتا اخذين شيء لجل يقول لك العملات هذه ايش شكله ما شاء الله نعم تعيش تعيش بحفره انا اعيش في حفره عموديه بس ما راح ادخلك طبعا لما استعباب عارف جوكم انا تقدرون تاخذون شعر وتسحرون و استعباب يستوي استح استعباب استح من ايش استعباب استح باب افتح باب يعني ان تاتي الى احد الحفر في الارض وتنام عموديا تجرب ثقافتنا عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا وتقاليدنا تنام عمودي يلا وين الحفره خالص بعطيك المفتاح ودينا ايش اسمه ورينا عاداتكم وتقاليدكم اه تريد ان تقابل صيته لا ما ابي اقابلها هي ماتت خلاص لا لم تموت ودينا الغابه حقتكم اعطيك المفتاح اسمعوا احبائي انا بس المفتاح جاها جاك مفتاح ها جاك شيء المقبره ايه ادري والله انا سانهي البث قريبا نروح بتورينا وين ينامون وثقافاتهم وتقاليدهم اين المقابر ليش مقابر ليش مقابر انا ساذهب الى الحفره اذهب لوحدك الله يستر انت نام دوم العوافي لا توني صاحي لا 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 لا, لا. روحي الحفرة الله يوفقك إن شاء الله ويسمح أمرك قل لي تصبحي على خير تصبحي على شر
قل لي أراك قريبا إن شاء الله يا أراك بعيدا إن شاء الله يا أشين أمرأة رأيتها في حياتي يا أبشع أمرأة رأيتها في حياتي حقا لم تخطئ صيته لغة الحب لديك جميلة أنت رومانسي وبالعكس يعجبكم كلام